السلام عليكم ورحمة الله. إذن اليوم درس أقسام الكلمة. أقسام الكلمة هي ثلاثة أنواع: الفعل والاسم والحرف. للاسم علامات تميزه، وللفعل علامات تميزه، وللحرف علامات. فما هي الأسماء التي تعرفونها؟ أريد أمثلة عن الأسماء. لنو، نعم، قبعة، نعم، أحمد، نعم، موز، أحسنت، سيارة، كرسي، إنشاز، بقرة، إنفاش، شجرة، أنار، أسد، ألية، محمد، قط، أحسنت، أنشاء، مدرسة، إنيكال، قلم، أن كريون ستيلو، برتقال، لورانج، نبتة، إمبلانت، حسام، قرآن، الله أكبر على القرآن، نعم. نعم، كرسي، إنشاز، كتاب، الليفر، نعم، خليل، الله اسم، نعم، اسم الجلالة يسمى، هو أعظم اسم على الإطلاق، نعم، محمد أعظم أسماء البشر بل والخلق أجمعين، نعم، حديد أم حديث؟